مشاهدي فضائية إرسات المستقلة ومتابعي برنامج كيف الحال، البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. أهلا وسهلا بكم، وكل سنة وأنتم طيبين وعيدكم مبارك. بالنسبة للطائفة المسيحية اللي عيدوا الأحد الماضي عيد سعيد، وبالنسبة للمسلمين الصائمين رمضان يصادف هذا اليوم عيد الفطر المبارك. ننتهز هذه الفرصة ونبارك لكل المشاهدين والمتابعين والمستمعين أيضا هذا العيد، ونقول عيد سعيد وعيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير، ينعاد علينا باليمن والبركات. ونتمنى في هذا العيد وفي غيره من الأعياد وفي كل الأيام أن يعني ربنا يخفف على الشعب، شعوب المنطقة سواء كانت المنطقة القريبة مننا وباقي المناطق البعيدة، لما نشاهده من حروب واقتتال ومآسي تتعرض لها الشعوب. نرجو الله أن يفتح على قيادات هذه المنطقة ويجمع بينهم ويؤلف بين قلوبهم ويجعل السلام ممكنا في هذه المناطق. هذه الحلقة يتم تسجيلها تمهيدا لبثها في يوم العيد إن شاء الله. في هذه الحلقة أكون سعيد جدا أن يكون ضيفي الأستاذ محمد علي الشعب، نائب القيادة المركزية بالمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. أبارك لك على العيد أستاذ محمد علي الشعب، وستصحبني يعني للحديث عن الأوضاع الدائرة في السودان، السودان العزيز العزيز على قلوب الجميع، والأحداث المؤسفة التي تدور الآن في السودان بين في القتال بين القيادة السودانية، سواء كان رئيس مجلس السيادة أو نائب رئيس مجلس السيادة، متمثلين في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أهلا وسهلا أستاذ محمد علي الشعب، وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا بك أستاذ كرار، وكل عام وأنت بخير. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة الحارة للأخوة المسيحيين الإريتريين وفي العالم كله بمناسبة عيد الفصح المجيد، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. وبهذه المناسبة أتقدم عيد سعيد للشعب الإريتري وللمسلمين الإريتريين ولكافة المسلمين في كل العالم يعني. وأتمنى من الله تعالى أن يوفق هذه الأمة، وعيد يكون عيد سلام وعيد خير وبركة يعني. أستاذ شعب، أنتم أصدرتوا بيان قبل كم يوم تطالبوا وتدعو فيه القيادة السودانية إلى وقف القتال الحاصل في السودان، والواحد تخيل يعني كيف أحوال الناس خلال العشر الأواخر من شهر رمضان بالذات في السودان، والحرب تدور في جميع مناطق السودان غربه وشماله وجنوبه وشرقه. العشر الأواخر الأيام التي يتعبد فيها الناس، يحرصون بالمواظبة في المساجد والابتهالات وليلة القدر، وبعدين طبعا العيد واحتياجات العيد وضرورة الناس يتسوقوا. لكن الآن أصوات الرصاص جعل من الناس فرض عليهم يجلسوا في بيوتهم، ليس هذا بل يعني حجم القتال الدائر في السودان لدرجة أن الواحد لا يستطيع أن يتصوره، قتال داخل المدن داخل الخرطوم وغيرها، قتال تشارك فيه الطائرات والمدرعات والمجنزرات والآليات وكل ما هو متاح موجود، يعني حرب شوارع زي ما يقولوا. كيف تتابع أستاذ الأحداث الجارية في السودان؟ هو من الشيء المؤسف هو كم السودان، أنا لم أتخيل يوما أنه الشعب السوداني حيمر بهذه المحنة، لأنه مر بالعديد من المحن والمشاكل، لكن لم
يتخيل لي شخصيا انه، او كأريتريين بصفه عامه، انه السودان يمر بهذا الظرف العصيب يعني. ف نتمنى للسودان ان ينعم بالسلام واليوم، ولم نتمنى ان يمر السودان بهذا، لان مساحه الحوار في السودان مسموحه، واللقاءات بين القيادات السياسيه موجوده، ده ما نعرفه عن السودان يعني. لكن لم نتعهد في السودان أن تكون اللغة بينهم لغة الرصاص ولغة القتل وحروب داخلية ومشاكل. كنا نسمع عن مشاكل دارفور وقضايا ولكن، لم أتوقع يوما من الأيام أن المعركة تكون في داخل العاصمة الخرطوم وبهذا الشكل المؤسف يعني. وانتشار نشاهد هذه المحنة اللي قاعد يمر بها السودان، ونتمنى من الله تعالى أن تمر هذه الأزمة بشكل تحل بأسرع ما يمكن، والناس ترجع إلى أسلوبها القديم، الحوار والتفاهم. وعمره ما يكون السلاح في الغالب يعني، الخاسر هو السودان يعني، الخاسر هو الشعب السوداني، الخاسر هو المنطقة كلها بصفة عامة. فنتمنى أن ينعم السودان بالأمان والوئام وتستقر الأمور يعني، لأنه نحن جزء من هذا الواقع، السودان بلدنا هو، ونحس أنه هو بلدنا. عشان لذلك لما ناشدنا القوى السياسية السودانية أن تتحكم إلى العقل وإلى روح العقل والتفاهم، فهذا مبدأنا هو. ونتمنى زي ما بقول لك أن ينعم السلام والوئام في السودان يعني، هذا ما أشعر به يعني. يعني خلال ال 22 او 23 سنه الماضيه من يعني لاحظنا في منطقه القرن الافريقي وحواليها الحرب اللي دارت، حرب الحدود بين اريتريا واثيوبيا، وبعدها يعني قريب الحرب التي الدائره في اليمن حتى الان، ومن ثم بعدها طبعا الحرب التي دارت في اثيوبيا خلال السنتين الماضيتين، والان الحرب اللي تدور في السودان. يعني هل هي بالتناوب، اذا يعني تشتعل هنا وبعدين تنطفئ وتشتعل في مكان اخر؟ يعني هل السودان ده استلم الشعلة ونقلها عليه، او أخذ الجمرة زي ما يقولوا كده يعني من أثيوبيا انتقلت له العدوى؟ وهل حنستمر برضه يعني حتى لو وقفت في السودان تاني حتشتعل من جديد في مكان آخر في المنطقة؟ يعني شنو الكوارث اللي قاعد تحصل، بالذات الحروب اللي موجودة؟ يعني هل دي مفروضة من الخارج، ولا دي شحنة موجودة أصلاً وحان وقتها الآن لتنفجر؟ اعتقادي طبعا نحن قراءتنا لا تختلف، لانه المنطقه هي منطقه استراتيجيه، هي سواء السودان، اثيوبيا، اريتريا، اليمن، كل هذه المناطق يعني مناطق استراتيجيه هي، وفيها خلق عدم الاستقرار فيها معناه يعني، في اشكاليه موجوده. الاشكاليه تكمن في القيادات اللي قاعده تتحكم في القرار السياسي، لان هذه القيادات يعني الوعي الحروب والمشاكل بتجيب إشكالية أستاذ كرر يعني، وأنت بتعرف نحن كأريتريين عانينا منها وقاعد نعاني منها للآن. ونفس الوقت كنا نتمنى أن هذه الشعوب كمان تتعلم وتأخذ الدروس من أريتريا، من إثيوبيا، من اليمن، من ليبيا، من سوريا. كل هذه المناطق هي يعني متقاربة لبعضها، فلذلك هذه الشعوب كونه يعني تستخدم السلاح وتستبعد العقل، فهذه كارثة كبيرة هي. فاعتقادي انه قد لا يكون العامل الخارجي، نحن يعني نبعده، لانه هو العامل الذاتي يعني، العامل الذاتي والصراعات، تأجيج الصراعات والخلافات وهذه المسائل يعني، قد يكون في ملفات موجودة من بعض الدول تطرحها وأشكالها. لكن ايش معنى يعني تجي في المنطقه دي يعني؟ ليه ما نشوف في بلاد ثانيه يعني، ممكن في امريكا اللاتينيه، في دول ثانيه، ما فما نشاهده الان في المنطقه يعني. في لابد ان تكون في هناك يعني نوع
روح الحوار تكون موجودة سائدة في المنطقة، وهذه القيادات عليها يعني تتنحى يعني وتتيح المجال لهذه الشعوب أن تحكم نفسها بنفسها. ده بقول يعني. نعم أستاذ، يعني أنتم الآن الحرب هذه كانت فاجأة الجميع طبعا، وكنت تتابع أوضاع اللاجئين الإريتريين الموجودين في السودان، وكانوا يتعرضوا لما يعرف بالكشات محليا، والكشة دي هي يعني يقبض على الشباب الإريتري ويأخذوهم إلى مقرات احتجاز مؤقت أو غيره، يتم إطلاق سراحهم، ومن ثم أيضا هذه عملية متكررة كانت، وأيضا يتعرضوا لدفع غرامات مالية كبيرة، وغالبا يعني بالنسبة للناس اللي عايشين في السودان هي فوق المستطاع. وعلى ما أذكر قدمت مناشدة للسلطات السودانية ونداءات، وكثير من المنظمات ايضا قدمت النداء، والاريتريين برضه والسودان يعني ارسلوا استغاثات طبعا للقوى السياسيه وغير القوى السياسيه ومنظمات حقوق الانسان وغيره. وبعدين حصل الانفجار في السودان طبعا لما آلت اليه الان. متابعاتكم كانت قد شنو استاذ الشعب بالنسبه لملف اللاجئين الاريتريين في السودان؟ الملف هو ملف قديم وما في جديد فيه، الملف هذا يعني بدأ من الستينات وصولا السبعينات وصولا الثمانينات الآن التسعينات الألفية. هذا الملف يعني ملف معقد يعني، فكل مرة تحصل مناشدة ومناكفة تحصل وإلى آخره. الإخوان في السودان طبعا الحكومة السودانية كل مرة يعني الناس تتكلم معهم وتناقش معهم هذه المسائل، ويحاولوا يعني انهم يرتبوا من الحاله القانونيه انت تعرف هذه الدول يعني انت لما تجي لاجئ لابد ان تتبع النظم والقوانين للدوله يعني. فنحن بنحاول نعالج هذه المسائل من خلال تنسيق ومن خلال لقاءات قاعد تمر ومناشدات قاعد تلتقي ونناقش معهم، ففي انفتاح. أنا ما أعتقد أزمة وعدت إن شاء الله وما تتكرر، ما أقدر أوعدك إنها ما حتتكرر، لكن الكثيرين كانوا بيستوعبوا إن الشعب السوداني أو الحكومة السودانية والمنظمات فيها عناصر متفهمة من الواقع اللي تعيشه إريتريا والمشاكل اللي فيها، فلذلك نحن متفائلون يعني متفائلين جدا وعلى ثقة كاملة إنه حتحل الأمور بشكل بما يرضي الله وبما يرضي، حتعدي بشكل طبيعي يعني وإن شاء الله حتحل. لكن الأزمة تكمن في إريتريا، في النظام الإريتري اللي قاعد يشرد الناس اللي قاعد يطردهم من إريتريا. فهذه المسألة يعني أفواج قاعد تجي وتحتاج إلى تنظيم يعني وتحتاج إلى ترتيب وحتحل يعني بشكل أساسي، متفائلين يعني ده اللي نعم أستاذ شعب، يعني وعودة أيضا إلى الحرب الدائرة في السودان، وهي بين قائدين يعني في الحكومة السودانية، رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائب نائبه أو نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أيضا حميدكي قائد قوات الدعم السريع. الموازين القوى في السودان يعني نعرف من خلال المتابعات انه الفريق البرهان له علاقاته طبعا اقليميه ودوليه، ومنفتح على بعض الدول، فيما للفريق حميتي علاقات ايضا مختلفه اقليميه ودوليه تصل الى روسيا. ونعرف ايضا انه روسيا تنوي عقد اجتماع روسي افريقي بالنسبه لقاده الدول الافريقيه في شهر يوليو القادم، وقدمت الدعوات طبعا من ضمنها قدمت دعوه للنظام الاريتري. وبحكم العلاقه بين روسيا وحميتي وعلاقه موازيه بين روسيا والنظام الاريتري، ونعرف ما قام به النظام الاريتري في الحرب التي دارت في اثيوبيا وتدخل المباشر، الآن توقعاتك شنو بالنسبة لدور محتمل لإريتريا في الصراع الدائر في السودان؟
أولا طبعا نتمنى أن لا هو صراع داخلي، وكم يعني نتمنى كنا أنه يحل بطريقة ديمقراطية وبطريقة سلسة زي ما قلت لك. أخواننا في السودان يتمتعوا بنوع من الحوار، يعني ما لم نتوقع أنه الصراع أنه حينفجر بهذا الشكل وبهذه الصورة. ونحن من طبعنا نحن في إطار المجلس الوطني يعني نعتبره صراع داخلي، ولا نقدر نحلل فيه، ولا كل ما نتمناه يحل بطريقة هادئة جدا ولسلام السودان ولشعب السودان هل ولأرض تعتقد السودان. يكون في دور للنظام الإريتري في هذه الحرب حتى لو ما ظهر حتى الآن، يكون في دور محتمل في هذه الأزمة السودانية زي ما كان له دور في الأزمة الأثيوبية أو في الحرب الأثيوبية؟ كان من الواجب زي الدول المحيطة، إثيوبيا صرحت وقالت ناشدت المتصارعين في السودان بالهدوء والعودة إلى طاولة المفاوضات. فمن الواجب النظام الموجود، النظام الدكتاتوري في إريتريا الموجود، كان بيقول الكلام ده، لكن للآن لم يصدر أي تصريح من جانب النظام الحاكم في إريتريا. لكن كل ما نرجعه نحن إنه هي يعني أن لا تكون إريتريا لها دور كبير في إشعال الفتن زي ما حصل في إثيوبيا، لأن علاقاتنا علاقات عريقة جدا مع الشعب السوداني ولذلك نتمنى أن لا يكون في هناك أي تدخل يعني من جانب إريتريا، لا من قريب ولا من بعيد. هذا لكن في النهاية يعني النظام الإريتري نحن نعرفه، النظام الدكتاتوري في إريتريا يحاول يشعل النيران في المنطقة كلها، ولكن يعني ما نتمناه أن لا يقدم على هذا الشيء، يعني هذا ما أقول. طبعا ايضا نذكر النظام الاريتري له علاقات مع الميليشيات السودانيه اللي كانت في المعارضه وبعدين وقعت اتفاقيات وجات مشاركه في الحكم القائم الان في الخرطوم، يعني هي جزء من النظام الحاكم اللي هو بقياده الفريق البرهان وقياده الفريق حميتي. قاده الميليشيات مشاركين في السلطه ومتقاسمين السلطه، ويعني معروف عنهم علاقات مع النظام الإريتري. يمكن الإشارة إلى زيارة قام بها منة الكمناوي رئيس الحركة وجناح مسلح معارض والآن مشارك في السلطة وحاكم إقليم دارفور أيضا، يعني ومشى أسمرة وسجل زيارة ووقع اتفاقيات ثنائية بين إريتريا وإقليم دارفور. هو الآن جزء من الحكومة، هو صديق للنظام الإريتري، بالتالي هل يمكن النظام الإريتري أن يتسرب إلى السودان عبر علاقاته مع الميليشيات الموجودة في الحكم؟ إذا كان مثلا قلنا التدخل المباشر قد لا يكون موجود، لكن من خلال أصدقائه في المشاركين في السلطة في السودان، يعني في مخاوف من هذا القبيل أستاذ شعب، ولا يعني أنت بتشوفها كيف؟ نحن بنشوفها كالآتي: مثلا مناوي هو مسؤول سوداني كبير ووزار إريتريا، وناقش مع النظام الإريتري، وحتى حميدتي زار إريتريا، يعني ومن هذا المنطلق يعني كمسؤول سوداني زار. لكن المشكلة الإشكالية الموجودة الآن هي الصراع الداخلي اللي انفجر في داخل السودان. يعني ف نوعية العلاقة بين إريتريا وبين مناو وسياس بيحاول يخلق أدوات بتاع التدخل، يحاول يخلق يتدخل في الشؤون السوداني بشكل غير قانوني وبشكل غير مرحب به. يعني مثلا الوفد اللي كان متوجه وفد شرق السودان وطلبهم أن يزوروا أسمرة عشان يناقش معهم بدون علم الحكومة السودانية، وتم إيقافهم وإرجاعهم من الحدود الإريترية. فإذا هو بيحاول، لكن هل إمكان القدرات اللي عنده القدرات يعني إنه يحل الإشكالية في السودان؟ لا أظن، لأنه سياسه هو أصبح نكرة في المنطقة وشخص غير محبب، يعني عشان يتدخل عشان الناس ترحبوا في الوساطة في الشؤون السودانية والسوبية. من هذا المنطلق نحن ناشدنا وقلنا العقلاء
أهل السودان أن يرجع إلى عقله، إلى وضعه الطبيعي اللي كان يديه ويتفاوضوا، والسلاح لم يكن الحل الأمثل لحل كل الإشكالية الموجودة، لأنه نحن نتمنى للسودان السلام والأمان، ونتمنى أن الناس تجلس في طاولة المفاوضات زي ما كان بيحصل مع ناس قناوي، مع ناس غيرهم اللي كانوا مفاوضات كنا نتابعها في جنوب السودان. حكومة جنوب السودان كان بتناديهم وبيلتقوا ويناقشوا، وهم مختلفين كانوا يرجعوا الخرطوم يعني اللي طرأ يعني. ففي اعتقادي نحن ما نرجاه بالتحديد في إطار المجلس الوطني هو السلام والوئام للسودان. ويعني بالنسبة للنظام الأردني في النهاية إذا كان له يد في هذه المسائل فهو حيتحمل عواقب هذا التصرف يعني عواقبه. وشعبنا بصفة عامة كل الأردنيين متابعين ومهتمين بالشأن الوضع الموجود في السودان، يعني عشان السودان هو يعني وطننا الثاني هو، ونتمنى أن يحل كل إشكالياته بشكل سريع. هذا ما أقول يعني، أكثر من كذا ما أقدر أمشي في الملف ده لأنه يعني شوي صعب صحيح، وهو في عشان بدايته، يعني أنا صحيح معك الحق، هو في بدايته، وأنا أقدر يعني بحكم موقعك في المجلس الوطني ربما ما عاوز تسبق الأحداث وتقول حتى لا يحسب عليك تصريح، أنا أقدر هذا. تدخل خارجي، يعني مثلا قيل أن تشاد أغلقت حدودها مع السودان، وبعدين برضو قالوا تشاد حشدت قواتها في الحدود السودانية التشادية، والدول الإقليم نفسها طبعا أكيد يعني في علاقات طبعا بينها وبين السودان. إذا حابب تعلق على الحتة دي، إذا في مخاوف من تدخل خارجي، يعني حميتي يتهم البرهان إنه في طائرات ده جات من خارج السودان وقصفت مواقع في طرف السودان، وكباشي يقول من حقنا نستعين بأي دولة موقعين معها اتفاقيات. يعني هل تفتكر الحرب دي حتستمر وحيكون فيها أطراف إقليمية أستاذ شعب، ولا يعني إن شاء الله يعني تجي نهايات ما تطول يعني وتخمد؟ انا شخصيا ما عندي اي معلومات، كل ما عندي اليوم انه قاعد نسمع عبر الوسائل انه الحدود المصريه قفلت، الحدود التشاديه قفلت، بعض الدول اللي عاوز يعني من حقها انه تقفل لان حاله استثنائيه لم يتعود عليها. وبالنسبه للحدود الاريتريه السودانيه طبيعي يعني ما في اي مقفوله، هي من زمان يعني الاثيوبيه مقفوله، فما أظن يعني ذات أهمية كبيرة إنه هذه الدول تحشد، ولا هي بذاتها قاعدة تعاني عندها مشاكل داخلية يعني زي دول غرب أفريقيا، شرق أفريقيا، غرب أفريقيا قبل مدة كان عندها انقلابات ومشاكل، تشاد نفس الحالة عندها مشاكل يعني. فمن المستحسن إنه الناس دي ما تتدخل في شؤون، تخلي الأمور بشكل طبيعي وتناشد زيها وتهدي الأمور، لأن المسائل هذه ما تحتاج إلى يعني أكثر من اللازم إنه تمشي فيها وتناقش فيها وتحك زي ما تقول يعني. فيبدو لي إنه نشوف في الأيام الجاية حتكون شنو ما بنعرف، لكن كل ما نقول إنه نتمنى إنه الحرب تقف وتنتهي، لأنه مأساة شديدة موجودة الليلة أستاذ كرار، يعني ناس قاعد تموت، بلد مشاكل تفاقمت فيه، البنية التحتية قاعد تدمر يعني مؤسساته قاعد تدمر. فنتمنى انه الناس العقلاء انه يرجعوا لعقلهم الطبيعي ويتفاهموا يعني، يقعدوا في طاولة المفاوضات وينهوا هذه الأزمة الموجودة يعني، عشان الناس، لأنه عندنا أزمة اليمن زي ما ذكرت أنت قاعد تعاني، سوريا قاعد تعاني من الإشكاليات، لأنه ليبيا قاعد تعاني من نفس الاشكال. اذا يعني كون هذا السيناريو يطبق في السودان، فيبدو لي الشعب السوداني ما بيستاهل انه هذا السيناريو يجي له ويحكي، لانه وضع السودان اقتصاديا وامنيا ما زي الدول الثانيه يعني بيعاني. والسوداني من طبعه انه المسامح كريم يا اخي، بيقول مسامح كريم يعني، هذه الكلمه الطيبه يقولها الشعب السوداني يعني. فما أظن
هذا عادة سيئة، ما هذه الحروب والمشاكل وهذه الميليشيات اللي قاعد نشوفها بتعربد في السودان كله، فدي حالة جديدة ما تعودنا على السودان مر بها يعني. فكلمة المسامح كريم قد تكون تجي قاعد ننتظرها يعني، فالمسامح كريم. وهذا رمضان طبعا، ونتمنى يكون في سماح موجود بينهم ويقعدوا ويجلسوا، وده اللي بقوله يا استاذ كرار. اكثر من كده يعني نعم يبدو لي من الصعب الواحد يتكلم فيها يعني. وننتظر منتظرين يعني، وندعو الله انه السودان يخرج من هذه المحنة اللي موجود فيها، والناس تعيد ما بعد، نعم وتنهي هذه الأزمة اللي قاعدة يقولها. ده اللي بقوله يعني. نعم طبعا ننوي برضه يعني أثناء الحرب الدائرة الآن بين الفريقين البرهان وحميتي والجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يعتقد أو يقال إنه الجبهة الشرقية على امتداد الحدود الإريترية، الجيش السوداني استطاع أن يأخذ زمام المبادرة ويحسمها لصالحه، وبالتالي ربما قوات الدعم السريع التي كانت معروفة بتواجدها في شرق السودان والتي أصلا جاءت لشرق السودان من أجل حماية شرق السودان من التعديات الإريترية في عهد الرئيس البشير، وبقيت هناك طبعا، ويعني استوعبت كثير من أبناء الشرك في صفوفها. الآن يقال إنه القوات السودانية، الجيش السوداني سيطر على الوضع، وبالتالي أيضا ده شيء مطمئن إنه النظام الإريتري يكون بعيد، يعني ما يكون على مقربة من قوات الدعم السريع بحكم أنه ليست موجودة الآن في المدن السودانية الشرقية. أستاذ الشعب، بالنسبة للمعارضة الإريترية، يعني كثير من الناس لما وقع الأثيوبيون اتفاقية السلام في بريتوريا وبعدين في نيروبي اتفائلوا خيرا، طبعا ما نتكلم عن الإريتريين في صفوف المعارضة اللي كانت في أثيوبيا وأخلت مواقعها لأكثر من سبب، وتفاءلوا خيرا إنه الاتفاق دي سيعيد جبهة التجراي وقيادتها إلى المشهد من جديد، وستتاح للمعارضة الإريترية بالحصول على دعم كما كانت تحصل عليه سابقا، والدعم ده ربما يكون يعني العودة إلى مواقعها كما كان مثلا، ودعم ايا كان في عمل المقاومه ضد النظام الاريتري. الان قياده التجراي، السؤال الاول، هل تعتقد ان قياده التجراي عادت الى موقعها ولا حصل تغيير في القياده المعروفه بالنسبه لجبهه التجراي؟ هي الاتفاقية فيها شروط كثيرة أستاذ كرار يعني، فمن ضمن الشروط ويانة تيغراي اللي هم اللي كانوا حاكمين في إثيوبيا، في أكيد يعني أشياء موجودة. الملف الخارجي أو التدخل الخارجي يعني ما حيكون لهم أي علاقة مع دول الجوار يعني، هم حكومة إقليمية تدير الشؤون الداخلية لإقليم تيغراي، لكن الملف الخارجي أو العلاقات الخارجية هو من صلاحية الحكومة المركزية للحكومة الفيدرالية الموجودة في أديس أبابا يعني. من هذا المنطلق أنا في اعتقادي أنه تيغراي ما حيكون لهم أي دور، أو زي ما كانوا في السابق يتبنوا القضايا الإريترية ويناقشوها ويدعمونها، هذا الشيء يعني في الوقت الحاضر ما حيكون موجود وما حيقدم عليه، لأنهم للآن موجودين في ترتيبات وضعهم الداخلي ويحتاج إلى مدة. فما أظن يعني، ما أظن ولا أظن أنه هم حيقدموا في دعم المعارضة، ولا حيستوعب المعارضة الإريترية في داخل بلدهم، ما حيكون لهم أي دور يعني. ده اللي من خلال ملاحظاتنا ومن خلال متابعاتنا ده الموجود عندنا. هم بيطمحوا، قد يكون عندهم بيسربوا بعض الحاجات، لكن الاتفاقية مكبلاهم يعني، ما يقدر يعمل أي شيء يعني. نعم أستاذ، أيضا
يعني احنا في عام اخر، يعني عام جديد 2023. خلال الفترة هذه التي مضت، اذا قلنا نقيم العام الذي مضى، ماذا انجزت المعارضة الإريترية في الفترة الفاتت اللي هو قبل في هذا العام، يعني العام الذي مضى، اذا حنقيم، هل في شيء تم تحقيقه؟ هل تم انجاز شيء؟ تقارب أيا كان في عمل المعارضة الأريتريه على مستوى الساحة السياسية والدبلوماسية وغيرها؟ هو التنسيق موجود بين القوى المعارضة، مناقشات موجودة، حوارات موجودة، لكن لم تكن بمستوى الطموح اللي كنا نطمح له، انه نعمل كتلة قوية ما بعد ونعمل مظلة واسعة يعني تشكل فيها. يعني ده الطموح ده نوعا ما شوية متأخر موجود، لأنه لسه يعني الأمور زي ما يقولوا ما نجدت، أو كمان يعني الصيغة غير موجودة، أما لكن محادثات موجودة. الشيء الكويس يعني المهاترات والشتائم والتقليل من الشأن بعد شوية خفة، والناس مقدمة. أنا في اعتقادي في خلال المدة أو الشهور القادمة حيكون في نوع من الشيء نتيجة هذه العلاقات الموجودة والتنسيق الموجود، حتبرز قوة جديدة وطريقة جديدة للعمل موجود. يعني طب يعني زي ما يقولوا قاعد ينطبق بطريقة هادئة جدا يعني، فأتوقع أنه حيحصل تطور. حد جولاي حتحصل شيء معين في داخل القوى العربية، يعني ده اللي بقوله. نعم، طبعا المعارضة شهدت انقسامات أثناء الحرب التي دارت في أثيوبيا، وهذه الانقسامات كانت حادة. الآن أنت تقول إنه يعني مثلا العلاقات بين القوى السياسية المختلفة ليست بتلك الحدة التي عرفناها، يعني في نوع من التقارب أو نوع من تهدئة الأجواء زي ما يقولوا. هل ده بداية لعودة قوى المعارضة الإريترية وعودة كل القوى اللي كانت موجودة في إطار المجلس الوطني بشكلها الآن عمليا؟ شوف، نحن بنطمح انه المعارضه تجلس في دائره واحده وتناقش كل هذه القضايا، هذا ما نطمح ليه. وما نقول انه الفتره اللي مضت التجربه اللي مرينا بها حنستفيد منها، هنعتبرها تجربه تاريخيه. نحن الان كل مره لما ننقسم في شؤون ما شؤوننا، في شؤون خارجيه زي التدخل في تيجراي، قضايا اللي كانت تناقش، فهذا الأسلوب لا يكون موجود. يعني لأنه أنت أول حاجة اهتم بنفسك بحالتك ووضعك اللي أنت موجود فيه، بعدين تنتقل لدول الجوار. التجارب حلوا مشكلتهم قاعد مع حكومتهم، تفهم هي مشكلة داخلية كانت موجودة، يعني ما مشكلة تخص، لكن النظام أقدم ودخل في هذه الشغلة. فنحن اللوم يعني على العموم لا نسبق الأحداث، ولكن يعني نحاول نلملم الجراح والناس تتفاهم وتخلق آلية جديدة من الحوار، وبدأنا فيها وإن شاء الله حنشوف نتائجها عما قريب. يعني أستاذ محمد علي الشعب، نائب رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، يعني أبارك لك العيد مجددا، كل عام وأنت بخير، وكل مشاهدي هذه الحلقة كل سنة وأنتم طيبين، وكل عام وأنتم بخير. أستاذ شعب، إذا كان من كلمة أخيرة قبل ما ننهي اللقاء. كل عام وأنت بخير، أنت والأسرة ولكل الأسرة الإريترية في مشارق الأرض ومقاربها والمسلمين يعني. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تتوقف هذه الحرب الدائرة في السودان، ونتمنى للشعب السوداني الاستقرار والأمان. هذا ما أقوله، وشكرا لك، وشكرا للرسالة نعم، اللي أتاحت هذه الفرصة. يعني شكرا لك. شكرا لك، ونتمنى يعني من القلب أن يعني يهدى النفوس، ربنا يهدى النفوس في السودان، ويعني تتوقف هذه الحرب وهذه العمليات، وينعم السودان بأمن واستقرار وسلام.
وربنا يحفظ السودان ويحفظ أهله ويحفظ ناسه ويحفظ كل من في السودان، يعني أصحابنا وأصدقائنا وأهالينا. وهذا السودان يعني بلد مفتوح لكل الدول المجاورة، 9 أو 8 دول، وبالتالي كل شعوب المنطقة تتواجد في السودان. ربنا يحفظ الجميع. وأشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد علي الشعب، أتمنى لك وقتا طيبا مفيدا وكل عام وأنت بخير، وكذلك مشاهدي الكرام أتمنى لكم وقتا طيبا مفيدا وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم في أمان الله. Thank you.